السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه blackbox.ai، في تولز قوية جدا وبالذات للمبرمجين، يعني هو ممكن كلنا نستخدمه وممكن تسأله أسئلة بعيدة عن البرمجة، لكن قوته بتظهر أكتر لما تسأله في البرمجة. فخليني مثلا أسأله سؤال، مثلا أريد كود بايثون لتحميل فيديوهات من اليوتيوب، فيبدأ بقى يكتب لك الكود الجميل وجايب لك المصادر اللي جاب منها الكلام دوت. فبيقول لك لازم تستخدم مكتبة اسمها باي تيوب. طبعا جوجل بتقفش لما حد يعمل حاجة زي كده لانه بيقلل عدد الزيارات لليوتيوب وهكذا. طيب عندنا برضو في حاجة اسمها في اس كود اكستنشن، لما تدوس عليها بيفتح لك الصفحة ديت، بحيث ان انت تقدر تسطب التولز ديت على الفي اس كود، بحيث ان انت ممكن تسأله سؤال، ممكن تكتب جزء فهو يكمل لك الكتابة، ممكن انت يكون عندك اخطاء معينة فيبدأ ان هو يصلحها لك. فهتلاقي شوية مزايا ظريفة جدا هتوفر عليك وقت، يعني بقى عندك ذكاء اصطناعي في البرنامج اللي بتكتب بيه الاكواد. ماشي، زائد ممكن كل شوية تقوله نيو شات وتعمل شات مختلف. في عندي ايمج جنريشن، بحيث ان انت لو انت عايز تحول البرومت لصور تبدأ تقول له بقى انا عايز سكاي مش عارف يعني ايه، بس اي حاجة. زائد عندنا حاجة اسمها ايمج تو ابليكيشن، لو انت عايز تعمل ابليكيشن ممكن تدي له صورة انت عاملها هو يبدأ يعمل لك الابليكيشن. ليه عمل لي صورة بالشكل دوت؟ انا شايف انها تنفع تبقى خلفية، تقدر تعمل لها شير. تمام، لو انت حابب تقدر تقول له لا اعمل لي صورة تانية فاجيب لك صورة تانية. طيب image to apps اهوت، تقدر تاخد سكرين شوت او تدي له اي صورة وهو يبدأ ان هو يعني يعمل لك تصميم معين. فما شاء الله يعني حاجة ممتازة جدا، حاجة جميلة، اتمنى ان انتوا تجربوه تقولوا لنا ايه رأيكم. انا شايف صراحة ان هو مفيد وبالذات لو انت من المبرمجين، هيديك شوية تولز توفر عليك وقت كتير ان شاء الله.